السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الطلبة أنا آسف على تأخر رمي الدرس عبر اليوتيوب المفروض نحن ندرس عبر زوم لكن للأسف الشديد لاجتماع مع المؤسسة بأمس حتى نؤخر هذا الدرس إلى هذا اليوم يعني عن طريق التسجيل بإذن الله تعالى. طيب مباشرة وتوقفنا سابقا الآن يعني عند الكلام ركزنا معي أيتها الطالبان. التدريب الأول اسمعنا أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور. طيب نحن وأنتن مطالبات على إجابة الأسئلة والإجابة تكون موافقة بالصور. طيب سؤال الأول من في السيارة؟ من في السيارة؟ نجيب في السيارة الأسرة. طيب الأسرة أين تذهب الأسرة؟ أين تذهب الأسرة؟ طيب نقول تذهب الأسرة إلى هنا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الحرام. طيب أين الأسرة الآن؟ نجيب الأسرة الآن في المسجد الحرام. ماذا ستفعل؟ يعني ماذا ستفعل الأسرة؟ طيب الأسرة ستؤدي العمرة. ستؤدي العمرة أنا أقول ستعتمر الأسرة ستعتمر أو يمكن كذلك أن نجيب بالأسرة ستصلي في المسجد الحرام في مسجد الحرام. ماذا تفعل الأسرة هنا؟ طيب ماذا تفعل هنا ماذا؟ مسجد الحرام فيها الكعبة بيت الله. نجيب الأسرة تطوف طواف تطوف حول الكعبة تطوف حول الكعبة حول الكعبة. طيب هنا حجر الأسود هنا حجر الأسود. هل هذه صلاة الظهر يمكن كذلك صلاة هنا يعني الأسرة تصلي الظهر. طيب نقول هل هذه صلاة الظهر؟ نعم هذه صلاة الظهر لأن هذا في النهار في النهار. طيب هنا أين الأسرة تقريبا أي صورة هذه؟ سوق ها السوق المركزي مول يعني باللغة العربية السوق المركزي. أين الأسرة؟ الأسرة في السوق المركزي السوق المركزي مركزي بياء في الأخير. طيب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ طيب نقول الأسرة تتسوق تسوق يتسوق لأن الأسرة مؤنث تتسوق يعني تتسوق تسوق بمعنى يعني ممارسة الشراء والبيع ممارسة الشراء والبيع في السوق. إذن تتسوق من كلمة سوق سوق تتسوق. طيب هنا أين الأسرة؟ نقول الأسرة أمام سيارة الأسرة أمام السيارة. نعم صحيح هذا السيارة هذه سيارة. إلى أين هي ذاهبة؟ إلى أين الأسرة ذاهبة؟ نقول ذاهبة إلى البر هناك البحر شاطئ البحر هناك البر ماذا تقريبا هذا نقول البر أو إلى الملعب ملعب من اللعبة ملعب أو نقول كذلك جائز ميدان ليس مدينة الميدان لا
ميدان ملعب أو بر بمعنى واحد. أين الأسرة الآن؟ أين تقريبا؟ نقول في الغرفة، في غرفة، في الغرفة. طيب هل الأسرة سعيدة؟ هل الأسرة سعيدة؟ نعم الأسرة سعيدة. انظرنا يعني إلى صورتهم، يبدو أنهم ماذا؟ سعيدون، يتبسمون، ها يتبسمون ويضحكون، إذن هم سعيدون أو سعداء. هل الأسرة سعيدة؟ نعم هي سعيدة. الآن تدريب الثاني، تبادل الأسئلة والأجوبة مع زملائك. نقول هنا أطاب طالبة الأولى طالبة الثانية، أو طالب الأول وطالب الثاني. أسكن في المدينة، أين تسكن أنت؟ أسكن في القرية. أين تسكن أنت؟ أسكن إلى آخرها إذا إلى مكة. أين تسكن أنت؟ أسكن في الرياض. أين تسكن أنت؟ أسكن في الدمام، أسكن في ميدان، أسكن في بنجاي، أسكن في جاكرتا، أسكن في تمبوم، أسكن في ماريلان إلى آخره. أذهب الآن إلى مكة. أذهب الآن إلى مكة. طيب إلى أين تذهب أنت؟ أذهب الآن إلى المدينة. إلى أين تذهب أنت؟ أذهب الآن إلى السودان. أذهب الآن إلى الرياض. أذهب الآن إلى المكتبة. أذهب الآن إلى المختبر. يعني مختبر، ما معنى مختبر؟ يعني مختبر فيها أو فيه الأدوات لاختبار الأدوات، مثلا يعني عادة مختبر لإيبا، هذا إيبا مختبر، كذلك للحاسوب مختبر معمل لغة، كذلك معمل بمعنى مختبر، مختبر المعمل. إلى أين تذهب أنت؟ أذهب الآن إلى الجامعة، إلى الجامعة، جامعة أوسو إلى يعني أو نيمت إلى آخر، عندنا نقول جامعة. أذهب الآن إلى مدرسة أولو النهى. أذهب الآن إلى الميدان. أذهب الآن إلى السوق إلى آخره. ثم ننتقل إلى التدريب الثالث، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل، إن هذا نقول ماذا؟ يعني الحساب، ها حساب. ماذا تعمل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة. ماذا تعمل هنا؟ أنا أستاذ في الجامعة، حسب صورة. هنا طبيب المستشفى. ماذا تعمل هنا؟ أنا طبيب في المستشفى، مهندس الشركة. ماذا تعمل هنا؟ أنا مهندس في الشركة، معلم المدرسة. ماذا تعمل هنا؟ أنا معلم في المدرسة، هنا ممرض المستشفى. ماذا تعملين هنا؟ ماذا تعملين هنا؟ إذن أنا، لأن أنت ممرض، يعني مذكر، يعني طيب مذكر أنت. ماذا تعمل ممرض؟ أي ماذا تعمل هنا؟ أنا ممرض في المستشفى، ممرض في المستشفى. ممرض هو الذي يساعد الطبيب، هو الذي يساعد ماذا؟ الطبيب. طيب ثم التدريب الرابع، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. هنا اليمن العمل. من أين حضرت؟ حضرت من اليمن، أنا يمني. لماذا حضرت؟ حضرت للعمل. كمثل من أين حضرت؟ حضرت من إندونيسيا، أنا إندونيسي. لماذا حضرت؟
حضرت للدراسة مثلا. إريتريا دراسة إحدى بلدان في إفريقيا إريتريا. من أين حضرت؟ حضرت من إريتريا. أنا إريتري. لماذا حضرت؟ حضرت للدراسة. كينيا العمرة. كذلك كينيا إحدى مدن إحدى بلدان في إفريقيا. من أين حضرت؟ حضرت من كينيا. حضرت من كينيا. أنا كيني. أنا كيني. لماذا حضرت؟ حضرت للعمرة. مالي كذلك إحدى البلدان في إفريقيا الحج. من أين حضرت؟ حضرت من مالي. أنا مالي. أنا مالي. طيب لماذا حضرت؟ حضرت للحج. اليمن العمل. من أين حضرت؟ حضرت من اليمن. أنا يمني. لماذا حضرت؟ حضرت للعمل. سهل أليس كذلك؟ التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. هنا جامعات، مستشفيات، شركات، أسواق، تلوث. أسواق جمع سوق، شركات جمع شركة، مستشفيات جمع مستشفى، جامعات جمع جامعة. ماذا في المدينة؟ في المدينة جامعات. طيب أنا قلت سابقا لماذا جامعات هنا مرفوع؟ لأنه مبتدأ. في المدينة خبره، لأن الخبر يجوز أن يكون شبه الجملة. شبه الجملة يتكون من جار والمجرور، هذا هو جار والمجرور، وظرف والمجرور، وظرف المجرور. طيب إذا كان نؤخر خبر مبتدأ جاز أن يكون نكرة، جاز أن يكون ماذا؟ نكرة. فالأصل في المبتدأ أن تكون معرفة. الجامعات، الجامعات في المدينة. لكن لما نؤخره يجوز لنا أن نجعله نكرة، كمثل في المثال في المدينة جامعات. طيب في ماذا في المدينة؟ في المدينة مستشفيات. ماذا في المدينة؟ في المدينة شركات. ماذا في المدينة؟ في المدينة أسواق. ماذا في المدينة؟ في المدينة تلوث. تلوث، هذا نقول تلوث ضد صفي. صفي الهواء في قرية، والتلوث يعني يؤثر في نقي الهواء في المدن أو مدينة. ثم يا طالبات، التدريب السادس، أجب عن الأسئلة التالية. طيب أنا أجيب، لكن كأن كنا الذي مجيبات. أنا أمثل فقط، يعني افهمنا. كيف تقضي العطلة؟ كيف تقضي العطلة؟ أقضي العطلة بالذهاب إلى المكتبة مثلا. أقضي العطلة بممارسة الرياضة مثلا، إذا كان هو يحب يعني الرياضة كثيرا. يعني أقضي بمعنى أنهي. تقضي تنهي. كيف تقضي الوقت في البيت؟ أقضي الوقت في البيت بالقراءة مثلا. أقضي وقت في البيت بالقراءة. ما رأيك في هذا الدرس؟ يعني درس لغة عربية. يعني هذا الدرس ممتع.
mumti'un, mumti'. Hada dars mumti'. Ila aina tadhhabu fil masa'i? Adhhabu fil masa' ila al hariqah misalan, ila al hariqah atau ila ila al souq al markazi atau ila al souq atau ila 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 baiti jaddi ila akhirih. Kullu wahid yufakkir yani al jawab al munasib li su'al. Madza ta'malu huna? A'malu talibatan idza kana, idza kanat muannas, wa taliban idza kana mudzakkar. Madza ta'malu huna? Ana talib, ana mudarris, ana muallim, ana ila akhir, ana amil misalan. Hal tazuru al qaryah? Na'am azuru al qaryah. Hal tazuru al madinah? Na'am azuru al madinah. Hal anta sa'idun huna? Na'am ana sa'idun huna. Kaifa tadhhabu ila al qaryah? Adhhabu ila al qaryah bi al hafilah, bi al hafilah. Kaifa tadhhabu ila al madinah? Adhhabu bi masalan bi al qitar, bi al qitar, bil qitar. Araftunna ma'na al qitar? Al qitar yani hunaka safina, qitar, hafila, as-sayyarah ila akhirih. Kaifa tadhhabu ila al madrasah? Adhhabu bis sayyarah, adhhabu bis sayyarah aw bid dabbabah, darajah honda darajah, aw naqul madha ad dabbabah. Baik. Summa intahain walhamdulillah mina min al-kalam. Maharati al-kalam. Mahar al-kalam. Wa nantaqil ila maharati al-qira'ah. Mahar al-qira'ah. Iqra' al-fiqrah aw faqrah. Ada nakul madha faqrah aw fiqrah. Summa ajib bina'am aw bila. Naqra. Taraka thabit العراق. ثابت يعني اسم شخص. ترك ثابت العراق وانتقل إلى جدة. هو الآن مدير الشركة في جدة. ثابت سعيد في جدة مع أسرته. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. هنا بمعنى يعني جدته ليس جدة لأن ممنوع من الصرف. يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة. يوم الجمعة في مكة لأن مسافة بين جدة ومكة ليس ببعيد، ليس ببعيد، أدون تقريبا يعني حوالي ساعتين، حوالي ساعتان فقط من السفر من 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 مكة إلى جدة أو أقل من ذلك، أقل من ذلك. ثم يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر أيضا هناك. بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة لأن المسافة كما قلت ليست يعني ببعيد. Laysat bibaid baina jaddati wa makkata. Taib. Nujib. Thabitun mudirun syarikah. Sahih, ha? Huna. Huwa al-an mudirus syarikah. Thabitun yaskunu ma'a usratihi. Yaskunu ma'a usratihi. Naam. Lianna thabitun sa'idun fi jaddah ma'a usrah. Idhan huwa yaskunu ma'a usrat. يقضي ثابت يوم الخميس في السوق. نقرأ هنا يوم الخميس. ماذا هنا؟ إلى شاطئ البحر. إذن خطأ، إذن خطأ. الصحيح يذهب ثابت مع أسرة يعني يقضي ثابت يوم الخميس في شاطئ البحر، في شاطئ البحر. أه
يقضي يوم الجمعة في مكة صحيح لأنه سافر من يعني بمعنى يعني يذهب إلى 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 مكة من جدة ها وهو يصلي في مسجد الحرام يوم الخميس يوم الجمعة يذهب إلى مكة في الصباح صحيح ها لأنه يذهب إلى مكة وأسرتي يوم الجمعة الصباح صحيح تستغرق الرحلة إلى مكة ساعة ونصف ساعة ساعة تقريبا لكن هنا ساعة ها ساعة تقريبا إلى مكة ساعة تقريبا لكن لما كنت في مكة وأردنا أن نرجع نعود إلى بلاد إندونيسيا المطار تكون في جدة يعني تقريبا ساعتان أظنها ساعة لأن يعني الطريق مستقيم الطريق لا يزدحم لا تزدحم يعني الطريق ليست مزدحمة تستغرق رحلة إلى مكة ساعة ونصف ساعة لكن في النص في البقرة ساعة واحدة فقط تقريبا إذن هنا العبارة خاطئة يصلي ثابت صلاة الجمعة في المسجد الحرام صحيح صحيح هو يصلي في المسجد الحرام يصلي ثابت صلاة العصر في جدة يوم الجمعة خطأ خطأ عبارة خاطئة لماذا؟ لأن ثابت يصلي العصر في مسجد الحرام كذلك يوم الجمعة طيب هنا سل بين السؤال والجواب في المناسب الجواب المناسب هنا سؤال وهذا جواب طيب علينا أن نصل بين الأسئلة أو سؤالات والإجابات والجوابات كم تستغرق الرحلة يعني تأخذ أو تأكل الوقت رحلة إلى المدينة تستغرق 4 ساعات لكن من مدينة إلى المكة تستغرق الرحلة 6 ساعات لو ما أخطأت 6 ساعات إلى أين تذهب الآن إلى أين تذهب الآن أذهب إلى العمل هنا زي أذهب إلى العمل كيف تقضي الوقت في المدينة المنورة كيف تقضي طيب نقول أحضر الدروس في المسجد النبوي أحضر الدروس في المسجد النبوي لأن الدروس كثيرة في المسجد النبوي من بعد العصر يعني بعد العصر توجد دروس بعد المغرب وبعد العشاء بعد الصبح وبعد العشاء بعد العشاء إلى يعني أظن من أين حضرت حضرت من جدة هل معك الجنسية العراقية نعم معي الجنسية العراقية هنا ظرف والمجرور إذن هو خبر وهو مبتدأ هنا الجنسية العراقية ماذا تعمل هنا ماذا تعمل أعمل طبيبا في المستشفى كيف تذهب إلى العمل أذهب بالحافلة حافلة دمري سنقول حافلة سيارة كبيرة يعني كيف يعني لماذا تسكن في القرية لماذا تسكن في القرية تفضل القرية لماذا الجواب القرية هادئة والهواء نقي ليس هناك تلوث ولا ضوضاء وإنما هادئة الهواء نقي إنما ذلك في القرية طيب ثم ننتقل إلى التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة
Abdul Aziz talibun kini. Kini dia min Kenya. Kini undur surah لانه من افريقيا من افريقيا. Hadara min Kenya lidirasa fi jami'ati Ummul Qura fi Makkah. Jami'ah kabirah fi Makkah Ummul Qura. Fi Makkatil Mukarramah. Yani al-mawqi' li jami'ati Ummul Qura. Mada yaf'al? Yadrusu Abdul Aziz al-lughata al-arabiyyah. Lugha al-arabiyyah. والثقافه الاسلاميه الثقافه الاسلاميه مثل الفقه والحديث والتوحيد و يعني غير ذلك من العلوم النحو والصرف والتفسير انا اقول ثقافه الاسلاميه عبد العزيز يحب مكه ويقضي الوقت صباحا في الجامعه يعني في الصباح وفي الجامعه يدرس ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام لكن بعد انتهاء الدراسة في الجامعة ويذهب إلى مسجد الحرام لصلاة العصر والمغرب والعشاء لأن المسافة بين يعني جامعة أم القرى ومكة قريبة جدا لأن هما في نفس البلد في نفس المدينة في مكة. طيب نجيب الأسئلة عن الأسئلة ما جنسية عبد العزيز الجواب على ذلك جنسيته كيني من أين حضر من كينيا أين يدرس في جامعة أم القرى ماذا يدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية ماذا يحب عبد العزيز مكة كيف يقضي يومه في الصباح في الجامعة أما يعني ثم يصلي العصر والمغرب والعشاء في مسجد الحرام ماذا يفعل يصلي العصر والمغرب والعشاء طيب طيب ثم التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة هنا عبد الرحمن طبيب إريتري إريتري يعني إذن هو من إريتريا إحدى بلدان في أو يعني أحد بلدان في الفكرية يعمل في مستشفى الجامعة كمثل عندنا هنا مستشفى أوسو يوجد يعني الجامعة أوسو عندها مستشفى أوسو ويدرس في كلية الطب هو يدرس في كلية الطب حضر عبد الرحمن من إريتريا قبل ثمان سنوات ويسكن في شقة جميلة ربطنا معنى شقة في مدينة الرياض ثم يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة يعني إلى الكلية بحافلة الجامعة حافلة سيارة كبيرة ما جنسية عبد الرحمن جنسيته إريتري ما مهنته هو طبيب في المستشفى ومدرس في كلية الطب أين يعمل؟ تقول يعمل في المستشفى كذلك في المستشفى وكذلك في الجامعة في المستشفى الجامعة أو في الجامعة لأنه يكون مدرس في الجامعة متى حضر من إريتريا
qabla samani sanawatin. Aina yaskun? Yaskunu fi syaqqatin jamilatin fi Madinatul Riyad. Kaifa yadhhabu ila al-mustashfa? Yadhhabu ila al-mustashfa fi as-sabahi bi sayyarah. Bi sayyarah. Aina ya'malu fi as-sabah? Aina ya'malu fi al-mustashfa? Fi al-mustashfa li'annahu huna Abdurrahman yadhhab ila al-mustashfa fi as-sabah. Tayyib. Idhan huwa ya'mal fi as-sabahi fi al-mustashfa. Aina ya'malu fil masa'i? Fil masa'una ya'malu fi kulliyah, fi kulliyati aw fi al-jami'ah, naqul fi al-jami'ah. Idhan huwa ya'mal fi al-masa'i fi al-jami'ah. Tayyib, alhamdulillah akhadna at-tadrib ar-rabi', thumma amma at-tadrib al-khamis li anna al-waqt intaha. سنتناول هذا التدريب في لقائنا القادم بإذن الله وأحاول كل محاولة أن يكون لقاؤنا في يوم الاثنين عبر الزوم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.